اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.